الطبيبه والمحافظ الى اخره. يعني هذوك وقفوا قبالتنا غير الهيئه والمحامين الاخرين، ما وقفوش قبالتنا حنا كطرف مدني اللي حنا اللي عايشين في الدم ديالنا كترينا القضيه، ما عطاوناش فرصه باش نهضروا. عند كنسجل اسئله اون بلان اودينس اي بورتو ما كنحطهاش، دائما تنبغي نهز طبعي نقول سؤال، بغيت نسول باش زعما باش لعل وعسى ندور الهيئه. الوغ باش نقول لكم من هنا لا الشاهد ولا كاع اللي شهدوا كاملين، راه ما تحش لينا فرصه حنا باش نشهدوا، خصوصا خصوصا الطبيبه والمحافظ، هادو مواقف حساسه الطبيبه والمحافظ. الاسئله بيرتينونت اللي كانت عندنا اون لي با بوزي، فهمتيني؟ هذا انا كنندد به، هذا ظلم وهذا حيف، ما حطيناش اسئله. يعني الشهاده كانت اجيو قولوا داكشي اللي بغيتيو، دي كيستيون كوم سا اي كوم تي، والله يهنينا ويهنيكم. لا الطبيبه اش قالت على التحلل؟ الطبيبه سيدي قالت لك اولا بداوا بعد واحد الملاحظه ان التصاور اللي دريساتهم امام الهيئه، سبحان الله حنا ما عندناش كلهم شحال بعدا الصوره ديال التقاشر ديال ولدي مصورين بجوج دو بار اون بار، يعني جوج رجلين مصورين، انا شفت التقاشر ديال ولدي في الصباط، دابا هما مصورين يعني مصورين مزيان جوج ديال التقشيرات. حنا ما عندناش الملف، ملي قلت هذا الملف ما فيش هذا التصور هذاك، قالوا لي على ان هذا الملف كيبقى عند التشريح، عند الطبيبه ديال التشريح، وحنا كنعرفوا بلي الطبيبه ديال التشريح من بعد ما غتكمل العمل ديالها كامل غادي تسند هذيك الوثائق كلها الجهات المعنيه، ما خصوش يبقى عندها شي وراق. دائما تنقول لكم راني ما كنشربش الوراق كاملين، انا شفت شي تصاور عند استاذ عند السيده الطبيبه ما عندنا ما شفناهمش لا في المكتوب لا في كتابه الضبط ولا في في الفرقه الوطنيه ولا عند الجدرميه. هذا غير الحماق بعينيه، الحماق بعينيه. كل التصويره اللي غتأدي بينا الحقيقه كل ما كنصيبوهاش. بالنسبه للبي اللي كان اللي لبسوه ديال المراه، نعم بالنسبه للملابس تعرفت على الملابس، الا تعرفت على البغاسلي اللي كانوا كيقولوا لنا هو تخيسي، كانوا كيقولوا لنا بالوان بالالوان لا ما كاين الالوان، بغاسلي ماغون ديال ولدي طارق هذاك عطاه لخوه. واخا تعرفت عليك على 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 الجوارب، وتعرفت على على الجين، وتعرفت على التيشيرت فيه واحد الماركه، ولكن الكاستون لي اكس اكس ال راه يستحيل يكون ديال ولدي اكس اكس ال. هذا من جهه التيشيرت اللي لابس دي كوتي دون فام ماشي ديال ولدي. انا يستحيل ولدي سبع مستحيلات ولدي يلبس تيشيرت ديكولتي بحال العيالات ديكولتي كوم سا، يستحيل يلبس تهامي. تهامي عندي معكك في اللباس ديالو. والمحافظ اش يقول؟ اش قال اليوم المحافظ؟ المحافظ كان شاف المحافظ حتى هو ما تعطاتناش فرصه باش نسولوه. عباد الله عندي 1000 سؤال وسؤال وسؤال وسؤال، ما تحتناش هذه الفرصه، انما السيد الدفاع وقف لنا الشوكه في الحلق غير نفسه كيهضر هو. شنو الدليل انه كاع تشكل الهيئه علاش انا كيعطوني هذه القيمه ويجلسوني حداهم؟ وجلسوا وحداكم كاع، جلسوا وحداكم في الاودينس زعما شنو؟ انا حيت انا كنخلع، انا عندي اسئله اللي غتخلعهم، عندي اسئله اللي غادي تدين. الا بغيتي تشرح عام دابا ما عندنا معلومه انا مقيده عندي اسئله. نعم قوليهم لينا باش يجاوبوا. اذا علاش حرموني من هذا الحق؟ علاش سي الدفاع من الهيئه المقرة دارت شغلها؟ علاش الدفاع ما خلانيش نسول؟ علاش الدفاع ما خلانيش نسول؟ شوفي بيناتكم عمارة، نعم قولي لنا الاسئله. انت مزيان علاش؟ بالنسبه للحوايج اللي كنت تعرفت عليهم، انا قلت لكم الكارسون والتوبان والتيشيرت ماشي ديال ولدي بعد اكس اكس ال. ولدي تهامي الله يرحمه غادي يلبس لك، كان كوكيت مع راساتو غادي يلبس لك هو الكالسون واسع عليه، ولا غيلبس لك تيشيرت العيالات سوفيت مالها ما كانتش بيضه كتشعل بالبغوتيل ديالها ناضين ما كيلبسهاش. والسروال ديال الجين ديالو؟ الجين ديالو حاجه اخرى. علاش في الفرقه الوطنيه شفنا التصويره ديال السروال ديال التهامي النقي كيشعل؟ اويلي وحدي ودابا كله دمايات، انا غادي نحماق انا غنهبل. علاش اسيدي هذاك اللي شو كان ديز عليه غير الرويده هذاك؟ بالنسبه للطبيبه قالت لك نعم سولها على الرويده. بالنسبه للطبيبه قالت لك الدود كلا 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 لا 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 كلا الاعضاء ديالو الداخليه. نعم والدود خلى الفخاد صحاح، خلى رجلين صحاح، خلى كل شيء. والدود علاه الدود بالسلامه كان عنده المقص تيقطع الجهه ديال لورغان التحتاني وتيمشي عاود يطلع الفوق يقطع لورغان الاخر عنده المقص. الدود راه كيسرح
ما تيديرش واحد لا ما كيديرش واحد 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 الهندسه في لو كور. وي نعم هذا هو اللي هذا هو اللي بغات تسول الطبيبه. والطبيبه بصراحه كانت مرته بك، كانت مرته بك لان كانت في الاول اما ملي تعطات لها واحد النوع ديال الثقه بدات كتصول وتجوب في الكذوب، كتقول لك العنف ما كاينش. الوغ حنا عندنا العنف مكتوب يا عباد الله، كون كنت هزا كل وقت لكم نكبر الكلمه نقول لكم العنف كاين، وهي كتقول ما كاينش العنف. محروق ولا ما محروق؟ كتقول لك ما محروقش، وانا كنشوف التصاور ديال يدي ولدي يدي محروقين محروقين، بغاو يحنقوني على شنو هو. شوف الشهود قالوا داك الشيء اللي بغاو وما كانتش معارضه، وكفى بالله وكيلا. انا كنقولها من هنا صافي.